شيخ، اعتبر هذا الكوكب الأحمر بأنه إله الحرب قديماً، وأصبح في عصرنا الحديث موقعاً للكثير من الأفلام والروايات وأفلام الخيال العلمي. والآن وقد وصلنا إليه وحططنا على سطحه وسارت آلاتنا عليه، لم يعد مجرد عالم في قصة خيالية، بل أصبح مكاناً حقيقياً قد نتجه إليه في يوم ما. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من دورة علم الفلك. المريخ هو رابع كوكب أقرب إلى الشمس، وهو أبعد الكواكب الأرضية عنها، أي تلك الكواكب الصخرية والشبيهة بالأرض من حيث الحجم. إنه يدور حول الشمس من على بعد 200 مليون كيلومتر بالمتوسط، وهذا يعني أنه خارج مدار كوكب الأرض ولا يقترب منها لأكثر من 60 مليون كيلومتر، وهو أبرد من الأرض، فدرجة حرارة سطحه تبلغ 60 درجة مئوية تحت الصفر. وهو ليس كوكبا كبيرا، فهو لا يتجاوز نصف حجم الأرض، ولكنه مع ذلك عندما يكون في أقرب حالاته إليها يشع بلونه الأحمر، ولهذا ربطته الحضارات القديمة بالحرب. لكن اللون الأحمر ليس سببه الدم بل الصدأ، فذلك اللون الأحمر الذي نراه ناتج عن حبيبات الغبار الناعمة على السطح، وهو غني بالحديد المؤكسد الذي يشكل صدأ، وهو يشكل جزءا كبيرا من السطح مانحا إياه لونه الأسمر، كما أن الرياح تنشره في الجو. جزء كبير من كوكب المريخ أيضا يتألف من صخور بركانية رمادية اسمها البازلت، وهي بالإضافة إلى المعادن الأخرى تضفي على المريخ لونه المحمر. يمكن رؤية المريخ بوضوح من الأرض، لكن من الصعب استخلاص تفاصيله الصغيرة، ولكننا لم نتخيل عن فكرة وجود بيئة معتدلة على المريخ حتى 60ينيات و70ينيات القرن الماضي، حين أرسلت عربات المسابير ولم نجد مكانا صالحا للعيش، بل رأينا صور كوكب جاف وقاحل تماما. جغرافية سطح المريخ غريبة، فهناك تباين كبير بين نصفه الشمالي المكون بالغالب من سهول منبسطة ونصفه المليء بالحفر والتلال. يبدو أن المريخ قبل دهور تعرض لصدمة مهولة من جسم يبلغ عرضه مئات الكيلومترات، خلف وراءه حوض شاسع امتلأ بالحمم بالقرب من القطب الشمالي للكوكب. أصبح نصف الكرة الشمالي أكثر بكثير من نصف الجنوبي بمقدار عدة كيلومترات في بعض الأماكن، فالطريق من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي هو عبارة عن منحدر. إحدى المعالم الكبرى هي هضبة انتفاخ ثارسس الضخمة، وهي تضم أكبر أربع براكين في المريخ وأكبرها في النظام الشمسي، وهو أولمبيوس مونس. لا توجد صفائح قارية على المريخ الآن، لكن الأدلة تشير إلى أنها كانت موجودة في الماضي. كان ثارسس على الأرجح يقع فوق بقعة ساخنة، أي عمود مواد ساخنة تتصاعد فيه وشاح الكوكب، وقد يكون ذلك سبب تشكيل انتفاخ. ومع تحريك الصفيحة ببطء احترق عمود الصهارة مشكلا ثلاثة براكين أصغر من ثارسس ولكنها لا تزال ضخمة. ولكن أعظم تضاريس المريخ هو وادي مارينرز، وهو واد اكتشفه مسبار مارينر 9 عندما دار في مدار المريخ في السبعينيات. إنه أخدود ضخم على سطح المريخ يبلغ طوله 400 كيلومتر وعرضه 200 كيلومتر وعمقه 7 كيلومتر، أي أنه أطول وأعرض من وادي جراند كانون بعشر مرات. لكنه على عكس وادي جراند كانون لم يتشكل بفعل الماء، بل ربما تشكل من ارتفاع انتفاخ ثايسس، ما أحدث شقا على السطح باتجاه قطر الانتفاخ. يحتوي المريخ كالأرض على غطاءين جليديين قطبيين، وكلاهما مكون من الماء ويتجمد بسمك عدة كيلومترات، لكنهما يكسيان على نحو موسمي بجليد جاف، أي ثاني أكسيد الكربون المتجمد، بسماك التراوح بين 1 و8 أمتار، وهذا يحدث في شتاء كل منهما. في الصيف تذوب أشعة الشمس ثاني أكسيد الكربون إلى غاز يهب بعيدا عن القطب مولدا رياحا عاتية. بالحديث عن ذلك، يحتوي المريخ على غلاف جوي لكنه رقيق، والضغط على سطحه يعادل ما دون 1% من ضغط غلاف الأرض الجوي، ومعظم الهواء مكون من غاز ثاني أكسيد الكربون، بل إن ثلث الغلاف الجوي للمريخ تقريبا يتجمد كل شتاء ويكسر غطاءين الجليديين القطبيين. لا يحمي الهواء من صدمات المذنبات والكويكبات، لذا فإن سطح المريخ يعج بالحفر ولا يزال يتلقى صدمات إلى يومنا هذا. مسبار استطلاع مدارات المريخ يدور حول المريخ منذ مدة طويلة، لدرجة أنه رأى حفرا جديدة ناتجة عن صدمات حديثة، لكن حجم الغلاف الجوي كبير كفاية ليسمح له بالتفاعل مع السطح، فالرياح تهب موسمين وتملأ الحفر بالغبار. كما يوجد رمال على سطح المريخ مكونة من صخور بازلتية متآكلة، لذا فإن لونها رمادي والرياح تهب وتحولها إلى كثبان رملية جميلة، ومنها الأخاديد المتوازية في قيعان الحفر والكثبان هلالية الشكل. نجد على المريخ أيضا دوامات ترابية شاهقة شبه الأعاصير ويمكن رؤيتها من المدار، وعندما تنشر الغبار الأحمر على السهول البازلتية الرمادية فإنها تشكل زخارف مجعدة في غاية الجمال. من أروع الاكتشافات الحديثة على المريخ هو وجود انهيارات ثلجية، حيث ثمت منحدرات كثيرة شاهقة
وعندما يذوب ثاني أكسيد الكربون المدفون في الربيع، فإن ذلك من الممكن أن يزحزح المواد من مكانها، مما يشكل شلالات هائلة من الصخور والغبار. وقد شهدت المسابير الفضائية الحائمة في مدار المريخ الكثير من هذه الانهيارات أثناء حدوثها. للمريخ قمران صغيران للغاية يشبهان حبة البطاطا، اسمهما ديموس وفوبس، ويبلغ عرض فوبس حوالي 25 كيلومتر، وديموس 15 كيلومتر فقط، وكلاهما يشبه الكويكبات كثيرا. وربما المريخ بالفعل أثرهما من حزام الكويكبات، لكن أصلهما غير معروف تماما. يدور فوبس حول المريخ على ارتفاع 6000 كيلومتر فقط فوق السطح، وبسرعة تفوق سرعة دوران المريخ حول نفسه، لذلك فهو يبدو وكأنه يغرب من الشرق ويشرق من الغرب. قوة جذب من المريخ تغير مسار دوران فوبس وتقربه من السطح أكثر فأكثر، ومن المتوقع خلال بضعة ملايين السنين أنه سينخفض بدرجة كافية ليخترق الغلاف الجوي ويصطدم بسطح، سيكون ذلك مشهدا مثيرا للغاية. إن شاهدناه من على بعد مسافة آمنة سنرى القمرين من بعض المواقع على السطح بأنهما يعبران من أمام الشمس مباشرة. وقد التقطت المركبات الجوالة على سطح المريخ صورا كثيرة لهذه الأحداث، وهذا أمر جميل. قد يتساءل المرء، بما أن المريخ يحتوي على صخور وهواء وطقس وبراكين، إن كان يحتوي على الماء، فإذا كان هناك ماء متجمد عند قطبيه فماذا عن بقية السطح؟ نعرف أن هناك جليد في وسط المريخ، فبعض بقاع صدام الكويكبات الصغيرة بالسطح محاطة بمناطق بيضاء، وهي مستودعات جليدية تحت الأرض نبشتها الاصطدامات، لكن لا يوجد دليل قاطع يثبت وجود الماء على المريخ حاليا. بعض جدران الفوهات تنهار وتجري إلى أسفلها قنوات داكنة تبدو وكأنها تشكلت نتيجة لتدفق الماء، لكن هناك أسباب أخرى محتملة تجعل السبب غير مؤكد، لكن الحال لم تكن هكذا في الماضي إذ كان المريخ مليئا بالمياه. وهناك أدلة عدة على أن السطح جرت عليه المياه في الماضي، ومنها مجاري الأنهار والبحيرات الجافة والطبقات الرسوبية والمعادن التي يتطلب تشكلها وجود الماء. وهناك أدلة على وجود محيطات، لكن كل ذلك اختفى بلا سبب واضح. قبل مليارات السنين كانت درجة حرارة المريخ أعلى وغلافه الجوي أسمك، لكن لسبب ما توقف مولده الداخلي عن العمل واختفى مجاله المغناطيسي وأصبح عرضة للرياح الشمسية، وانجرف الغلاف الجوي على مدار مليارات السنين وتلاشت معه المياه. وهذا يثير تساؤلات بديهية أخرى، إذا كان يحتوي على الهواء والماء فهل كانت عليه كائنات حية؟ لم يأخذ هذا السؤال على محمل الجد قبل عقود، لكنه الآن يثير اهتمامنا لدرجة أن ننفق الكثير من المال لإرسال المسابير إلى المريخ ولندرس ظروف دعم الحياة الحالية والماضية، لكن السؤال ما زال بلا إجابة. ونحن نعرف أن الحياة على الأرض نشأت بعد برود سطحها، والمريخ أصغر وقد برد بسرعة أكبر بعد تشكله، لذا فأنه ليس من غير المنطقي أن نتساءل إذا كانت قد نشأت الحياة هناك قبل نشوئها هنا. اكتشفت مركبة كرياسة الجوالة جزيئات عضوية في عينة صخرية، لكن هذا لا يعني وجود الحياة، لكنه يعني أن مكوناتها كانت ولا تزال موجودة. كما أنها كشفت ارتفاعا وجيزا في الميثان، وهو غاز طيار يمكن لأشكال الحياة أن تنتجه، وكذلك أدلة جيولوجية أخرى. الأدلة الحالية مبهمة للغاية، لكن الأمر يحتاج بعض الوقت. لم يعد المريخ كما كان، لكن هذا لا يعني أنه بعيد المنال. الوصول إلى المريخ صعب، فقد فشلت نصف البعثات التي أرسلت إليه، لكنه ليس مستحيلا. لقد حققنا نجاحات مذهلة بما في ذلك إرسال المركبات المدارية والجوالة ومركبات الإنزال. ما تعلمناه عن الكوكب في بضعة العقود الأخيرة يفوق ما تعلمناه على مدى قرون، لكننا لم نرسل سوى الروبوتات حتى الآن، فهي فعالة وقليلة التكلفة نسبيا، لكن قدراتها محدودة، فبإمكان البشر في ظروف أسابيع القيام بالمهام بينما تستغرق المركبات أعواما. لكن البشر يحتاجون إلى الماء والهواء والطعام ولا يستطيعون تحمل الأشعة أو الفراغ، لكن فكرة إرسال الناس إلى المريخ لم تعد جنونية كما كانت في الماضي. فقد أتقنوا بناء الصواريخ والتكنولوجيا اللازم للاستكشاف البشري، وهي في طور تطور الآن، بل إن العلماء يتناقشون حول مواقع الهبوط المحتملة وأماكن بناء القواعد. من المقترح استخدام أنابيب الحمم، أي كهوف تولدت نتيجة تدفق حمم بركانية في الزمن الماضي ثم بردت الجزء العلوي من الحمم ليتشكل السقف. ونحن نعرف يقينا أنها موجودة، فقد رأينا ثقوبا في الأسقف تسمى مناور يدخل منها الضوء إلى الكهوف، ويمكنها أن تحمينا من الإشعاع الشمسي والطقس وعواصف الغبار العاتية في الربيع، ويمكن إغلاقها وملؤها بالهواء، ومنها يمكننا استكشاف جزء كبير من الكوكب وجمع معلومات تفوق كل ما تعلمناه حتى الآن. لا نعرف متى سيحدث ذلك، فقد يحدث ذلك بعد عشرات السنين، لكنه سيحدث لا محال، وفي النهاية سنعيش على كوكب المريخ. تعلمنا اليوم أن المريخ أصغر وأبرد من الأرض، وفيه غطاءان جليديان قطبيان وغبار صدئ يكسو سطحه، كما أنه يحتوي على أكبر بركان وواد في النظام الشمسي، ورغم جفافه إلا أنه كان أكثر دفئا ورطوبة ذات يوم، وكان غلافه الجوي أسمك، بل وربما عاشت عليه كائنات حية.
هاي كانت نهاية حلقتنا اليوم، بتمنى انكم تكونوا استمتعتوا. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل اشي جديد، واستنوني بالحلقات اللي جاية. الى اللقاء. Is there life on Mars?